صلاح شاف منافسة الدوري بقى السنة دي عاملة ازاي؟ انت شفنا في الحقيقة شراسة كبيرة جدا في المقدمة وثلاث فرق عاملين بينافسوا سواء الأهلي أو بيراميدز أو الزمالك، وكمان في القاع في منافسة شرسة جدا وفي مفاجآت في القاع طبعا. يعني الإسماعيلي داخل في وسط الموضوع، حزين على النادي الإسماعيلي بصراحة. يمكن فريق حسن يوسف انتصر. في الحقيقة يعني فرق فاجئتنا السنة دي، في فرق لسه في القاع. كلمني عن شكل المنافسة بشكل عام. المنافسه طبعا قويه جدا بين النادي الاهلي والنادي الزمالك وبيراميدز. طبعا بيراميدز السنه دي شايفه ان هو مركز بقوه ان هو برضو عايز يبقى في المنافسه الحقيقيه، لان من افضل بدايات بيراميدز السنه دي. طبعا السنه دي هو مختلف خالص، ان هو كل ماتش بيلعب على المكسب بس، ما بيضيعش بنقط خالص من ايده. لا السنه دي هتبقى قويه جدا، لكن النفس الطويل طبعا هيبقى النادي الزمالك طبعا، والمنافس اللي هيبقى النادي الاهلي. ده النفس الطويل اللي انا اتوقعه، يعني اللي هم الاثنين دول هم اللي ممكن يستمروا في الاخر. يعني بيراميدز اكيد بيراميدز بالشكل اللي انا شايفه ده، لا انا حاسس ان بيراميدز لا بس خد الطريق يعني، بس ممكن ما يكملش يا كابتن يعني للاخر زي النادي الزمالك او زي النادي الاهلي. ما اتوقعش ان هم ممكن يكملوا للاخر خالص زي النادي الاهلي او زي الزمالك يعني. وطبعا المشكله اللي في تحت طبعا الاسماعيلي والجيش والمقاولين ومصر المقاصه، ففي لا وفي في في حاجات فرق تحت صراحه اسماء، يعني ما ينفعش اللي هم بيبقوا في اخر الجدول كده، خاصه النادي الاسماعيلي بصراحه الواحد زعلان عليه جدا. يعني سبع ماتشات وما فيش الا اثنين بونت، فدي صعبه جدا للنادي الاسماعيلي. فبتمنى ان النادي الاسماعيلي المسؤولين النادي الاسماعيلي يبقى مركزين على الفرقه، لاني محتاج دعم من النادي الاسماعيلي في يناير، محتاج لعيبه كتيره جدا موجوده اللي هو يغير المكانه بتاعته دي. الاسماعيلي يمكن قدامنا في الجدول ما كسبش ولا مباراه، ماتشين بقى ده اتنين بونت يا كابتن، يعني صعب جدا. ما كسبوش ولا ماتش حد. طبعا النادي الاسماعيلي بقى انا لعبت فيه بقى له سنين ما بيجيبش صفقات، لكن بيمشي لعيبه بس ما بيجيبش لعيبه على قد المستوى النادي الاسماعيلي. لكن ده وطبعا كابتن هاب جلال طبعا لما كان موجود الموسم اللي فات لحقهم. طبعا كابتن هاب مدرب كبير وعرف يعني يرجع النادي الاسماعيلي تاني، فاتوقع ان هم محتاجين يعني تركيز جامد للصفقات الفتره اللي جايه، صفقات مميزه تعرف تغير نادي الاسماعيلي في الجدول ده.